الخير، صباح الورد عليكم طلابنا الحلوين. اليوم عندنا شرح مفهوم الألف والعد بالألوف للصف الثالث الابتدائي. عندنا هذا الحباب قاعد يصفط المئات على مود يكون لنا مكعب، اللي هو مثل هذا المكعب، هذا يسمى ألف. هذا المكعب ألف، صفط المئات بهذا الشكل ورتبهن، فصار عندنا هذا المكعب اللي هو ألف. نجي هذا المكعب بمئات، راح أراويلكم إياها هسه. هو كله يعتبر ألف، لكن بنفس الوقت أراويكم إنه بمئات وبوحدات صغيرة وبعشرات. نريد نعرف الألف، نريد نعرف الألف. الألف اللي قلنا هو عبارة عن هذا المكعب الكامل. الألف اللي هو هذا المكعب بدنا نشوفه احنا قدامنا، هذا المكعب متكون من كمية، اقصد ايش كم وحدة من هاي؟ ايش قد؟ 10. يعني 10 مئات يصير عندنا ألف، هاي المئات. ومتكون من 210، عفوا 110 من هاي، عمود يصير عندنا 110 من هاي، عمود يصير عندنا ألف. ومتكون من ألف وحدة من هاي، عمود يصير عندنا ألف. إذن المكعب اللي هو عبارة عن ألف واحد متكون من 10 مئات، انتبهوا علي، من كلمة مئات أخلي يم الواحد صفر فيصير 10 مئات، ومية عشرات، وألف أحد. نجي هسه شلون راح أراويكم هذا المكعب. زين عيني، هذا المكعب كم مكعب عندي هنا؟ 4 ألوف. 4 ألوف. إذا قلنا المكعب الواحد بعشرة مئات، إذا 4 40 مئات. العشرات إيش قد؟ العشرات قلنا يعني دني المساطر، إيش قد؟ إذا المكعب الواحد اللي هو الألف الواحد بإيش قد؟ 110، أحسنتم. إذا 400، إذن 410. أما الآحاد اللي هي وحدات صغيرة من هاي، فمتكونة من 4000 وحدة. 4000 وحدة. جيد، نجي هسه نجي إلى فقرة أتأكد ونحل، وهسه تصير عليكم سهلة إن شاء الله. أعدوا الألوف ثم أكتبوا العدد في صورة آحاد. كم وحدة هنا؟ العفو، كم ألف هنا عندي آني؟ من كلمة ألوف أخلي فقط 3، يقول لي عدهن. إيش كم ألف هنا؟ 3، ما أخلي 3000 3 أصفار وياها، فقط. نرجع لموضوعنا، عدي هنا كم ألف موجود؟ 3 ألوف. 3 ألوف. أريد يعرف إيش قد آحاد، يقصد يعني إيش قد وحدات من هاي الصغيرة؟ 3000 وحدة. يعني هنا من أكو كلمة أحد، أنزل الثلاثة وأخلي يمها 3 أصفار، فصير عندي 3000. من كلمة أحد أخلي 3 أصفار، من كلمة ألوف أخلي فقط العدد اللي أنا حسبته شقد بدون أصفار. عندي هنا شقد؟ 4. 4 ألوف. أكتب 4 ألوف. شقد أحد؟ قلنا من كلمة أحد شخلي من الأربعة 3 أصفار، يعني صير 4000. يقول أعد الألوف ثم أكتب العدد في صورة مئات وعشرات. جيد، نيجي هنا، إيش كم ألف موجود عندي؟ من كلمة ألوف قلنا شنخلي فقط العدد هو 2. جيد، ما خلي أصفار من كلمة ألوف. شقد مئات؟ قلنا شقد مئات من هاي؟ إذا الألف الواحد بعشرة مئات، إذا 2 يعني تصير 20. من كلمة مئات أخلي يمها 0 فقط، فصير 20.
العشرات ايش قد؟ يعني العشرات اقصد بها هاي، اذا المئة الوحدة بيها 100 عشرة، اذا مئات اثنين اذا 200، 200 عشرات. نعيد هسه راح تصير اوضح يمكم، شلون راح تصير اوضح؟ من كلمة الوف اخلي العدد فقط بدون اصفار، من كلمة مئات اخلي يمها 0 1، من كلمة عشرات اخلي يمها 0، من كلمة احد اخلي يمها 3 اصفار العدد. يعني الالوف مثل هنا 2، ايش قد مئات؟ 20، ايش قد عشرات؟ 200، وايش قد احد؟ 2000. نجي هسه هنا كم الف موجود عندي؟ 5. اكتب 5 الوف، ما اخلي اصفار من يم كلمة الوف، 5. ايش قد مئات؟ قلنا من كلمة مئات شو اخلي يمها؟ 0. او انا اذا اريد افتهمها هاي المئات، هاي المئات عيني، اذا اجي اجمعها قلنا اذا الالف ب 10 مئات، اذا 5 50. ايش قد عشرات من ذني الوحدات، العفو من هذني العشرات المساطر؟ ايش قد؟ 510. 510 يعني اخلي يم الخمسة 0، 510. جيد. نجي هنا مع عدد المئات في 3000. المئات من كلمة مئات، ايش قد مئات عدي؟ عدي بال3000، ايش قد عيني؟ ايش قد مئات قلنا؟ 30. احسنتم، عدد المئات بال3000 30. من كلمة مئات اخلي يمها بس 0، انزل 3 اخلي يمها 0، من كلمة عشرات اخلي يمها 0، اذا احد اخلي 3، اذا كلمة الوف اخلي فقط العدد ما اخلي يمها اصفار. انتبهوا عيني، هنا يقول ما عدد المئات بال3000 30. اعد الالوف ثم اكتب العدد في صورة احاد. انتبهوا ايش كم هنا؟ انا عندي ايش قد؟ 5، 5 الوف. ايش قد قلنا احد؟ يلا يا حلوين احسنتم، 5000 وحدة صغيرة، ممتاز. هنا ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6، 6 الوف. ايش قد احد؟ 6000، ممتاز. هذن الوحدات الصغيرة 6000 وحدة. اعد الالوف ثم اكتب العدد في صورة مئات وعشرات، هاي ايضا سهلة. هنا ايش قد عندي الوف؟ 4، ممتاز. ايش قد مئات؟ قلنا كلمة مئات شو اخلي يمها؟ 0، احسنتم. كلمة عشرات 0، احسنتم احباب قلبي، يعني 410 مئات. 1 2 3 4 5، 5 الوف. ايش قد مئات؟ 50، ممتاز. ايش قد عشرات؟ 500، بارك الله بيكم يا طلابنا الحلوين. زين، في سرب من الطيور ايش قد؟ 3000 طائر. كم مئة؟ 100 طائر في السرب. احبابي احنا قلنا من كلمة مئة مئات، يعني شو اخلي يمها؟ فقط 0، اذا ننزل لثلاثة وخلي يمها 0. 30 هنا، 30 100 طائر في السرب. زين، نجي هنا يا أحباب قلبي، 4000. انتبهوا هنا، أنا هاي أريد دماغكم ويايب في فقرة أفكر أكملوا. هنا يقول 4000 إيش قد مئة؟ من قلنا كلمة مئة يعني شو خلي 0 يمها؟ أحسنتم، أنزل 4 وخلي 0، يعني 400، ممتاز بارك الله بيكم. زين، هنا 710 اللي من كلمة عشرات قلنا نخلي 0، ايش كم الف؟ اذا من اكو 700 هنا نباوع ننزل 7، من كلمة الوف فقط 7، ما اخلي يمها اصفار. افتهمتوني احباب قلبي؟ من كلمة الوف اخلي فقط العدد بدون اصفار. اذا ارجع واعيد ملخص، انه الالف عبارة عن 10 مئات، 100 عشرات، والف وحدة. شكرا لكم طلابنا الحلوين، مع أمنياتي لكم بالموفقية والنجاح. إلى اللقاء.